عليها الحلتيت هذا، هل هو فعلا يطرد الجن والشياطين من المنزل؟ بسم الله الخبراء بتوع الحلتيت. الصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه الحلتيت من الاعشاب التي يكرهها الجن. كويس. الاعشاب هذه احنا تعلمناها من عالم الجن لانهم اطباء في المجال ده، وليس اطباء بتاع مواد كيماويه ولا صيدله ولا بتاع، كل الاطباء بتاعت الجن كلهم اعشاب. الطب الاصلي مش البديل. الناس بيقول الطب القديم هذا البديل، هذا خطا. هذا الطب الاصلي، البديل هو الطب الاخر اللي يعني هو بتاع الصيدله. الحلتيت طيب ما يحبون الجن. الحلتيت لا يحبه الجن. السدر القصة الهندي. بالعكس الحلتيت يحبوه الجن لكراهية رائحته. طيب أنا بجيك أنا يعني أنا عارف أنك أنت معارضة للنقطة. الحلتيت يكرهه الجن. الأعشاب هذه طبيعية وليس سحر، تفعل أفعال كأنها سحر. الأعشاب منها ما يضر الإنسان، ومنها ما ينفع، منها ما يتأذى منه الملك من الأعشاب هذه، منها ما يتأذى منه الجن. هذه الأعشاب موجودة وما سحر طبيعي. طيب من ضمن الأعشاب السدر. السدر والحلتيت والقسط الهندي. هم يستخدمون السدر ويستخدمون القسط الهندي في العلاج دائما. أيوة. الحلتيت ده عنده حكمة غريبة جدا. الحلتيت إذا كان أنت جيت لمنزل مثلا فيه شياطين، المنازل هذه فيها عمار، أي منزل فيه عمار وخاصة فيه عمار، فيه عمار. المسألة بيوت، إذا في عمار من المرض من الشياطين وأنت جبت الحلتيت يخرجوا كلهم. هل الملح أيضا؟ والملح الملح ملح أيضا زين يضر. أبسألك سؤال أبو الطيب، هل الجن اللي قالوا لك إحنا ما نحب الحلتيت مثلا أي نعم، أو نبهوك أي نعم، لأنه في حالات يجون يقول خرجوا هذا، يقول لا مش تجيب الحلتيت، أحرم أحرق الحلتيت. إذا هذا تعامل مع الجن أبو زهرة، أقول لك هذا تعامل مع الجن. طبعا دي الحديث خليني أقول لك أقوى من الجن. أنا معاك بس أنا قاعد أشرح لك عشان أوصل لك السؤال. هو تعامل مع الجن والجن قال الحلتيت هذا ما نبي. أنت الآن عندك مداخلة على هذا الموضوع، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتع منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير أعوذ بالله. فالحلتيت ده ريحته كريهة جدا، يسموه النبتة النتنة في الهند، اسمه النبتة النتنة. فازاي هيطفش الجن أو هيطفض الجن؟ بالعكس هو محبب ليهم. لا يمكن يكون يعني نوع من الحلتيت له ضرر. أنا حضرت مع ناس بتحضر العفاريت والجن بيه بالحلتيت. تحضرت بيحطوا على النار، تلاقي الشخص بدون تشنك وتعصب. طب سيار يمكن يمثل. لا بيمثل، دي بتاعت أنا أعرفها دي. هذا طرب تعرفها أنا دي. هذا طرب يوم انت تحس بس تعقيبا هذا يضطرب هذا الشخص. معناه الجن اضطرب زي القران. القران تقرا للانسان يضطرب الانسان. لماذا؟ هل يحب القران هو ام طرد للشيطان زين أي. طيب يعني الموضوع نشوف انه مش موضوع عادي الحقيقه على النبتات، ولكنها تستخدم في العلاج. يستخدم في العلاج ما فيش مانع. اي عشبه ما نص فيها نص حديث بحرمتها جايز تستخدمها اذا كان الانسان يستفيد منها، الا اذا كان نص فيها حديث ان هذا كذا فيها نص. يعني لان الاصل في الاشياء العاديه الاباحه الا ما ورد فيه حديث مثلا.